السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الله يجازيك بخير. عندي واحد جوج الأسئلة لا تفضلتي عليا وتجاوبني عليهم. الله يرحم لك الوالدين. يا مرحبا لله. عافاك بغيت نسولك على الرقية الشرعية. نعم. الرقية الشرعية كان تليشارجيها في التليفون ديالي. نعم. يعني فيها الرقية كاتبين عليها هكا الرقية الشرعية فيها هكا يا سورة الآية الكرسي 7 مرات، الفاتحة 7 المرات، المعوذتين 7 المرات، وعندي الرقية الشرعية تايم تليشارجيها. واش زعما فيها شي فائدة غير في التليفون ولا زعما كنستافد منها؟ إلا كنت كنصنت عليها يوميا هكايا واش كنستافد منها؟ نعم لله، نعم لله. إيه. السؤال الثاني الله يجازيك بخير، إلا كان عندي شي أمر كيخوفني بزاف، عندي شي أمر خالعني، شنو الذكر اللي نبدا نقول بزاف على حساب هذا الأمر هذا اللي مخوفني؟ وخل الله بإذن الله تعالى. الله يجازيك بخير ودعي معايا، الله يجعل ربي يسهل عليك. دعي معايا، أنا ديما كنصنت لك كل نهار الجمعة. الله يسهل عليك لما دعي معايا عمي طيب قريبا. بارك الله فيك لالة أميمة، بارك الله فيك، الله يطول عمرك لالة. شكرا جزيلا. وجوابا عن أختنا لالة أميمة، الرقية الشرعية ما هي؟ هي نوع من الارتقاء، ارتقاء من مقام إلى مقام. هل هي تنفع؟ أي نعم تنفع، ولكن ما دور الطبيب وما دور المعالج إذا كانت الرقية تنفع؟ نقول بأن الإنسان هو مكون أصلا من مكونات 3، عنده جسد وعنده نفس وعنده روح. فالجسد هو من اختصاص الأطباء لا ميكانيك، هذا الجسد العضوي هو سهل في العلاج عن طريق التحليلات وعن طريق الكشف للأمراض بالتقنيات العلمية المعهودة، فهو أمر ميسر. والجسم التالي هو الجسم النفسي، وهذا من اختصاص علماء النفس الذين يقومون اعوجاج الأوتار النفسية التي فيها الماضي والحاضر والمستقبل، فيها صراع ما بين الأفكار والأحاسيس ومجموعة من المؤثرات والانفعالات. لكن الجسم الثالث المهم والشديد في التأثير هو الجسم الثالث، يسمى الجسم الروحي، وهنا تنفع الرقية، تنفع الجسم الروحي. لا ينفع فيه دواء الطبيب ولا كلام المحلل النفسي، وإنما ينفع فيه كلام الله رب العالمين. الرقية كان يستعملها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ حفيديه الحسن والحسين، كان يأتي عنده عدة زوار من أماكن مختلفة ويدخلون إلى بيته، بيت النبوة، وكان يلعب ويرفع الحسن والحسين وكان جميلين، وأحيانا قد تمتد إليهما أنظار الناس، هناك من عنده عين سليمة وهناك من عنده عين مضرة، فكان يتأذى الحسن والحسين. فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خرج الناس يقول تعالوا أرقيكما، تعالوا أرقيكما، فيأخذ حفيديه ويضع يده الكريم على الجبهة ويقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقول كلام كثير هكذا فيه رقية، ويقرأ كلام الله، يقرأ القرآن الكريم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد استفاد من الرقية لما آدوه بعض الأعداء وقاموا له بسحر كبير وبضرر كبير، فأصابه ما أصابه، فجاءه جبريل، جاءه جبريل ثم قام بإرقائه صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه الإخلاص والمعوذتين، قرأهم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فزال عنه أثر السحر وأثر الضرر.
فالرقية هي ثابتة في السنة وفي الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها أثار عظيمة. أفضلها الرقية مقامات، مقامات أفضلها أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه، الإنسان يرقي نفسه بنفسه. هو علينا جميعا أننا نقرأ بعض الآيات في الصباح والمساء عند شروق الشمس وعند غروبها، لأن التأثيرات السلبية إنما تبدأ عند شروق الشمس وعند غروبها، اللي تكون في أعمال شيطانية أو أعمال سحرية أو حسد أو كره أو بغض ينتقل إلى المريض ويؤثر على روحه، لأن هناك طاقات سلبية تمتد من العدو إلى خصمه، فيتغير له المزاج ويشعر بأنه قلق متوتر مشمئز، وأحيانا يشعر بأنه مريض مرض شديد غير معروف ما يسمى بالتمريض. هذا كله أسبابه الأمراض الروحية. الأفضل أن الإنسان يقرأ هذا الأمور بنفسه، يقرأ الآيات التي فيها الرقية مثل الفاتحة وآيات الكرسي والإخلاص والمعوذتين وغيرها. أفضل رقية أن تقرأها بنفسك على نفسك، وتقول الأذكار الصباحية والمسائية. النوع الثاني في الدرجة من حيث الأفضلية هي أن الإنسان يستعين بآخر. قد يكون الإنسان ربما أمي أو عنده ثقافة غير إسلامية ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ الأحاديث، فقد يستعين بشخص آخر يحفظ هذه الآيات وهذه الأحاديث فيقرأها عليه، أو يستعين به لأنه في حالة شديدة. كاين بعض الناس اللي عندهم المس الشديد يستحوذ على عقولهم وقلوبهم فيتخبطون في الأرض فاقدين الوعي، فيحتاجون إلى راق يكون حافظ أولا ثم يكون تقي من الأتقياء، لأن الراقي المعروف أنه يكون رجل بعيد عن الشبهات ووقته كله مع القرآن ومع الذكر ومع العلم ومع الصلاح، ويبتعد عن كل الشبهات، وإذا وقع في حرام تجده يدخل في عزلة ويتوب إلى ربه ويستغفر وينيب. فلا بأس أن نستعين آنذاك براق متخصص. والنوع الآخر هو أننا نستعين بتسجيلات، كما قالت ليلى أميمة، الحمد لله على نعمة الوسائل التقنية الإعلامية الجديدة توفر لنا تسجيلات كثيرة. ممكن أن الإنسان يقوم بشحن تيليشارجمون ديال هذه الرقية من أي موقع تعجبه حسب الصوت والأداء وحسب الآيات المختارة، فهذه أيضا فيها نفع عظيم. إما أن الإنسان كيستعملها في هاتفه النقال ثم كيستعمل المسمع الكيت، ولما يريد أن ينام يسمعها في أذنه، ففيها تأثير عظيم وفيها تأثير جليل. أو أنه يطلق هذه الرقية إما من المذياع أو إما من أي تسجيل آخر في الأنترنت، ويضع الماء بجانبها. راه الماء راه مادة مسجلة، الماء هو في أداة التسجيل، ويتحول من H2O هيدروجين بلس 2 أكسجين يتحول إلى طاقة استشفائية غريبة جدا، والإنسان يشرب منه أو يغتسل به أو يرش به المكان الذي فيه شدة، كيكون البيت ربما كتشعر بأن فيه غمة كتخنق عليك نفسك والبيت كيبان لك مظلم، أو كيقدر يكون فيه نزاعات، أهل البيت دائما منازعين، الزوج مع زوجته في نزاع، الأولاد متوترين متمردين، أو عند أهل البيت عندهم تمريض ديما مرض دارهم راسهم ركابهم، أو عندهم قلة بركة في الرزق، فهذه كلها تزول عن طريق هذه الرقية. إما نقرأها نحن، وإما أن نستعين براقي متخصص من أهل الإيمان والتقى، وإما أننا نقوم بالاستعانة بتسجيلات ونستمع إليها وتقرأ في البيت، كلها خير بإذن الله. للا أميمة، جوابا عن سؤالك الثاني، الإنسان كيف يواجه الخوف؟ حقيقة أن في الظرفية الراهنة المد ديال الخوف والقلق في نفوس الناس بدأ يتصاعد، خصوصا من الأمراض. نسمع عن أمراض كثيرة، وهذه الفترة في زمن الكورونا الناس يخافون من كوفيد-19، وهذا الخوف قد يقتل الناس أكثر من كوفيد. وأؤكد أيها الأحباب الكرام أنه لا داعي للخوف، هذا الفيروس كان في الأول كان قوي وكان شديد وكان يقتل، أما الآن وقد مرت عليه أكثر من 7 أشهر أو 8 أشهر لم يعد بتلك القوة التي كان عليها، فلا داعي للخوف. لأن بعض الناس يشعرون بالخوف الشديد يكاد يقتلهم،
من واحد انا التقي به لم اراه منذ شهور، وجدت بان حالته تبدلت، كلقى عنده وجهه شاحب وشكله غريب. اقول له هل انت مريض؟ يقول لك لا. هل اصبت بكوفيد؟ لا. هل اصابك شيء؟ لا. ولكن ما الذي اصابه؟ الخوف، الخوف والهلع. من صفات اهل الايمان واليقين انهم لا يخافون ولا يحزنون، هذه صفات اهل الايمان واليقين. ربنا عز وجل قال عن المؤمنين انهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ينبغي ان نخاف. الخوف لا يكون لا من المرض ولا من الفقر ولا من المستقبل، وانما الخوف يكون من الله. وحتى الخوف من الله لا يكون خوفا مبنيا على الرعب والارهاب، حاشا. الخوف من الله هو استحياء، الخوف من الله هو تعظيم واجلال للذات الالهيه. ربنا رحيم ولطيف بالعباد. هذا الخوف الذي ينتشر عند الكثير من الناس هو في الاصل من وساوس ابليس، هي وسوسه شيطانيه تصيب الناس، هذه حقيقة أمرها. معظمها 70% من هذه الأمراض هي عبارة عن وساوس شيطانية وخواطر ذهنية سلبية، فعلينا أن نتخلص منها لكي نقع في النجاة. للا أميمة، هناك أذكار كثيرة ممكن أن نرددها وننجو من أي مرض إن شاء الله، أو من أي خطر، أو من أي طاعون أو فيروس أو غير ذلك. من بينها أن نقول حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نقرأها 7 مرات في الصباح والمساء، من واظب عليها لا يصاب أبدا بأي جائحة وبأي مرض وبأي شيء. وإذا قدر وقد أصيب بشيء من ذلك سرعان ما يزول، سرعان ما يزول، ولا يبقى أي أثر سلبي. كتكون إن شاء الله غير الصحة والعافية التامة والبركة والتيسير. حفظك الله ورعاك لدى أميمة، وزادك الله من فضله ومن نعيمه. اللهم أمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.